السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات منهج KG2 الترم الثاني، وكنا انهينا شرح شابتر 2 او الفصل الثاني، وكان بينتهي في لسون 80 او الدرس رقم 80. والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 أو الفصل الثالث، وبدايته لسون 81 أو الدرس 81، وهنشرح لسون 81 و 82 و 83، وهنكمل شرح شابتر 3 مع بعض على حلقات منفصلة علشان الفيديوهات متكونش طويلة بالنسبة لكم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي لسون 80 بعد منها على طول في الكتاب او في الماس جورنال لسون 82، لان لسون 81 موجودة في الكلاس روم المفروض تتشرح لكم في حاجة اسمها الماس اكتيفيتي او النشاط بتاع الرياضيات في الكلاس روم او في حجرة الفصل. وطبعا احنا هنشرحه مع بعض كأننا بناخده في الكلاس روم زي ما احنا متعودين مع بعض. وطبعا شابتر 3 او الفصل الثالث المفروض نعرف فيه بعض الحاجات. واول حاجة المفروض نعرفها مع بعض هو count by ones and tens to 60 حتى رقم 60، يعني هنعد مرة بالأحاد and ومرة بالعشرات حتى رقم 60. count by ones and tens to 60، count by ones and tens to 60 أو حتى رقم 60. وتعالوا نعد مع بعض يا أصحابي. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطر يا عبد الله. وبعد ال 10 ايه يا عبد الرحمن؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وبعد 20 او 20 كام يا عبد الله؟ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 59 50. وزي ما عرفنا يا اصحابي ازاي نعد from 1 to 60 by ones او بالاحاد من 1 ل 60، هنعد مع بعض from 1 to 60 من 1 ل 60 by tens او بالعشرات. وقدامنا اول حاجة طبعا 10، بعد ال 10 هنزود 10 كمان او 10 كمان هتبقى 20 او 20، بعد كده 30، بعد كده 40، بعد كده كام يا اصحابي؟ 50. شاطرين. وبعد ال 50 كام يا اصحابي؟ 60.
شاطرين. يبقى 10 20 30 40 50 and 60. وبكده عرفنا ازاي نعمل counting او نعمل عملية عد by ones and tens to 60. طب عايزين نعرف يا اصحابي ازاي نعمل عملية count down او عملية العد التنازلي from 20 او from 20 to 1 او من 20 لحد رقم 1. حد يقدر يساعدني؟ شاطرين كلكم. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11. شاطر يا عبد الرحمن. طب وبعد ال 11 عايزين ننزل ونوصل لحد رقم 1. حد يقدر يساعدني تاني يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. يبقى قبل ال 11 كام؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. شاطر. شاطرين كلكم. حلوين كلكم. ربنا يحفظكم يا رب. وبكده عملنا عملية الكاونت داون او العد التنازلي from 20 او from او من 20 to 1 او حتى رقم 1. وكمان في شابتر 3 اصحابي عايزين نتعرف على العملات النقدية او البنك نوتس او الايجيبشن بنك نوتس، العملات النقدية المصرية والاوراق النقدية. وطبعا زي ما احنا عارفين يا اصحابي العملات النقدية او البنك نوتس والايجيبشن بنك نوتس دي اول عملة فيها، واحنا كلنا عارفين العملة دي اسمها ايه. حد يقدر يقول لي يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. قول كده يا عبد الله. عملة الواحد جنيه او الوان باوند. شاطر. عملة الواحد جنيه او الوان باوند. طيب تعالوا نشوف العملة اللي بعد كده. طب والعملة دي هي العملة اللي اكبر منها على طول، والعملة دي ليها اسم. حد يقدر يقول لي اسمها ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. قول كده يا عبد الله. عملة الخمسة جنيه او الفايف باوند. شاطر يا عبد الله. شاطرين كلكم. عملة الخمسة جنيه او الفايف باوندز. طيب والعملة اللي بعد كده هي اسمها ايه؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. حد يقدر يقول لي العملة دي اسمها ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. قول كده يا عبد الرحمن. عملة العشرة جنيه او التن باوندز. واخر عملة يا اصحابي المفروض هنتعلمها النهاردة هي العملة دي. تعالوا نشوفها مع بعض. مين يقدر يقول لي العملة دي اسمها ايه؟ شاطرين كلكم. قول كده يا عبد الرحمن. عملة العشرين جنيه او التوينتي باوندز. شاطرين كلكم. عملة العشرين جنيه او التوينتي باوندز. وبكده احنا عرفنا العملات النقدية او البنك نوتس، وعرفنا كل عملة اسمها ايه. والمفروض كمان يا اصحابي نعرف العملات دي فيها كام وانس او كام احاد، والاحاد بتاعنا في العملات النقدية هي الوان باوند زي ما احنا عارفين. فهنبدأ بالفايف باوندز. الفايف باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا فيها خمس جنيهات او فايف باوندز، فالمفروض ان احنا نعرف ان العملة بتاعت الفايف باوندز او الخمسة جنيه فيها فايف وانس. فايف وانس او خمس احاد، والاحاد يعني عملة الواحد جنيه. فالفايف باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا الورقة الواحدة بتساوي خمس ورقات من العملة اللي هي فئة الوان باوند او الواحد جنيه. طب والعملة اللي اكبر منها اللي هي 10 باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا، المفروض ان فيها 10 وانس او 10 احاد، والاحاد زي ما احنا قلنا يعني اللي هي الجنيه الواحد. فال 10 باوندز او عملة العشرة جنيه بتساوي 10 ورقات او 10 عملات. الورقة الواحدة فيها بتساوي 1 باوند زي ما احنا شايفين قدامنا، وبالتالي ال 10 باوندز فيها 10 وانز او 10 احاد. واخر حاجة المفروض نعرفها كمان يا اصحابي ال 20 باوندز. ال 20 باوندز او ال 20 جنيه. ال 20 جنيه فيها 20 او 20 وانز او 20 احاد، يعني فيها 20 جنيه، يعني فيها 20 ورقة، يعني بتساوي 20 ورقة، كل ورقة بعملة الواحد جنيه او بقيمة عملة الوان باوند او الواحد جنيه. فبالتالي احنا عرفنا الوانس في كل عملة من العملات النقدية المختلفة، وعرفنا يعني ايه عملة نقدية،
وعرفنا ان ال 5 pounds بتساوي 5 ones او 5 جنيهات، وال 10 pounds بتساوي 10 ones او 10 جنيهات، وال 20 pounds بتساوي 20 ones او 20 جنيه. والمفروض كمان نعرف في شابتر 3 او في الفصل الثالث ان احنا نعد مع بعض باستخدام العملات النقدية. يعني المفروض ان انا لما احط قدامك مجموعة عملات نقدية مختلفة تقدر تعدهم معايا بشكل سليم. فمثلا انا حاطط قدامك دلوقتي العملة بتاعت الون باوند والعملة بتاعت الفايف باوند والعملة بتاعت التين باوند. فعندنا هنا ثلاث عملات قدامنا على الشاشة، 1 pound و 5 pounds و 10 pounds. حد يقدر يقول لي المبلغ بتاع العملات دي بيساوي كام؟ فكروا معايا شوية، ال 1 وال 5 وال 10 بيساوي كام يا أصحابي؟ تقدر تقول لي كده يا عبد الله؟ 16 pounds. 16 pounds شاطرين كلكم، لأن ال 1 وال 5 بيساوي 6. ولما نحط ال 6 دول بعد ال 10 هنلاقيهم 16 يعني 16 جنيه. فبكده ال 1 وال 5 وال 10 بيساووا 16 pounds. طب زي ما احنا شايفين قدامنا عملة ال 5 pounds وال 10 pounds و 5 pounds تاني، عندنا 5 و 10 و 5، دول مجموعهم كام يا اصحابي؟ حد يقدر يقول لي؟ قول كده يا عبد الرحمن. 20 pounds. 20 pounds او 20 جنيه. شاطر شاطرين كلكم، حلوين كلكم. يبقى احنا عرفنا ان ال 5 وال 10 15، ولما نحط عليهم 5 كمان هيبقوا 20 pounds او 20 جنيه. وبكده احنا عرفنا ودربنا ازاي نعد مع بعض او نعمل عملية العد باستخدام العملات النقدية، وهنتدرب عليها مع بعض كمان شوية عن طريق بعض الأمثلة. وبكده نكون خدنا الجزء بتاع الشرح بتاع النهاردة. تعالوا نروح نحل مع بعض الليسون 82 وليسون 83 علشان ننهي درس النهاردة ونوصل لليسون 82 أو درس رقم 82 والمثال الخاص به في الماس جورنال أو في كراس الرياضيات في الكتاب. هنا المفروض يا أصحابي أن أنتوا في الكلاس روم او في حجرة الفصل خدتوا حاجة اسمها الجودز بوستر او الملصق بتاع البضائع. مفروض ان هو ملصق او صورة كبيرة فيها مجموعة من البضائع، كل جود او كل بضاعة من البضائع ليها تمن معين. احنا هنشوفه مع بعض، انا هجيب لكم الجودز بوستر دلوقتي نشوفه مع بعض. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي قدامنا هو ده الجودز بوستر، في طبعا في البن او القلم الجاف وده تمنه 10 pounds او 10 جنيه، وفي البنسل او القلم الرصاص وده تمنه 3 pounds او 3 جنيه، وفي البيبر كليبس، البيبر كليبس او دبابيس الورق ودي تمنها 2 pounds او 2 جنيه، وفي كمان الشاربنر، الشاربنر او البراية وتمنها 4 pounds او 4 جنيه، وفي كمان السيزرز، السيزرز او المقص وتمنه 5 pounds، وفي الاريزر او الرابر وتمنها 1 pound، وفي اخر حاجة الكريونز او اقلام التلوين وتمنها 12 pounds. فطبعا دي الجود بوستر او الملصق الخاص بالبضائع. المطلوب منكم يا اصحابي ان انتوا تختاروا تو جودز او بضاعتين او حاجتين من الحاجات دي هتشتروها بفلوس من معاكم. طبعا كل واحد ممكن يختار حاجة من الحاجات دي ويحط في دماغه تمنها. فممكن واحد يشتري البنسل ويشتري كمان الرابر او الاريزر، يعني يشتري القلم الرصاص والاستيكة، فهيبقى معاه فالمفروض ان هو يدفع 3 pounds ويدفع كمان 1 pound فيدفع 4 pounds. 3 plus 1 هنلاقيهم 4 لو عدناهم على صوابعنا، موضوع سهل جدا. ممكن حد تاني يقول لا انا هشتري البن او القلم الجاف اللي هو ب 10 جنيه او ب 10 pounds، واشتري كمان السيزرز
السيزرز او المقص وتمنه 5 pounds، فالمفروض ان هو يدفع 10 جنيه او 10 pounds ويدفع كمان 5 pounds او 5 جنيه، فهنجمعهم على بعض وهنعرف ان هما تمنهم 15 pounds. شاطرين كلكم. ممكن حد تاني يشتري الكريونز او اقلام التلوين دي ويشتري معاها كمان البنسل او القلم الرصاص ده، وهيدفع هو في الحالة دي 12 pounds او 12 جنيه، وهيدفع كمان 3 pounds او 3 جنيه، فبالتالي هيدفع برضو 15 pounds 15 جنيه. فده البود بوستر او الملصق الخاص بالبضائع، المفروض ان هو يبقى موجود قدامكم في الفصل واحد زيه، حتى لو في جودز مختلفة او بضائع مختلفة، المهم ان احنا بيبقى قدامنا صور للبضائع، وكل بضاعة او كل نوع من انواع البضائع بيبقى ليه سعر مكتوب. المفروض ان احنا بعد ما نشوف البوستر ده او الملصق ده نقرر في عقلنا ان احنا نشتري حاجتين منه او two goods من البوستر ده، وبعد ما نقرر هنشتري منه ايه، هنحط في دماغنا السعر بتاع الحاجات اللي احنا هنشتريها علشان نعرف احنا هندفع كام. فهنا في lesson 82 او في الدرس رقم 82 المفروض ان كل واحد فيكم هيجاوب على السؤال ده بنفسه. زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي، هو هنا بيقولك pick two items. pick يعني اختار، يعني التقط، يعني حدد. two items، two items يعني عنصرين. you would like انت سوف تحب. to buy لان تشتري. from the poster من الملصق، يبقى انت هتختار حاجتين او two items عنصرين من العناصر اللي موجودة في البوستر او في الملصق ان انت هتحب ان انت تشتريهم. sketch them sketch يعني ارسم، them يعني ارسمهم. in your journal في الكراس بتاع الرياضيات بتاعك. and write the price واكتب التمن، price يعني الثمن. of each item بتاع كل عنصر. write the total اكتب الاجمالي. cost of the two items اللي هيكلفك بتاع العنصرين. زي ما قلت لكم يا اصحابي كل واحد هيرسم حاجة من كل واحد هيرسم two items او عنصرين من العناصر اللي موجودة في البوستر ده، ويكتب كمان تحتها السعر بتاعها، بعدين يجمع السعرين على بعض علشان يعرف هو هيدفع قد ايه، او الكوست التكلفة الخاصة بالعنصرين دول قد ايه. ده اول سؤال. طب نروح لليسون 83 او الدرس رقم 83 وهو في بيج 107 او صفحة 107. وقبل ما اشرح الجزء ده عاوز اشكر اصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين وحلوين ومتابعين معانا اول باول، والاسماء هي عبد الله، عبد الرحمن، مازن مختار، يوسف جمال، هالة شرقاوي، تميم، سما ايمن، جنى، عمرو الكناني، تسنيم، محمد حسين، محمد الامير، حمزة رشاد، جنى وليد وياسين وليد، محمد تامر، احمد كاسب، حنين ماهر، يوسف محسن، وصالح محمد. كلكم شاطرين وكلكم حلوين وكلكم امامير، خلي شطاروا دايما وابعتولي في التعليقات اسمائكم هقولها اول باول ان شاء الله. وليسون 83 لسه بيكلمنا عن البوستر او الملصق بتاع البضائع، ولسه بنتكلم عن الاسعار بتاعة البضائع المختلفة او الحاجات المختلفة، ازاي بنحسب تمنها، وازاي لما نروح نشتري حاجة نعرف احنا ندفع تمنها ازاي بالعملة بتاعتنا. فعندنا هنا في lesson 83 او في الدرس رقم 83 بيقول لنا pick two items اختار عنصرين. you would like to buy انت سوف تحب ان تشتري. from the poster من الملصق. sketch them يعني ارسمهم. in your journal في الكراس بتاع الرياضيات بتاعك. write the price اكتب الثمن. of each item يعني الخاص بكل عنصر.
write the total cost. Write the total cost. Total cost التكلفة الإجمالية of the two items الخاصة بالعنصرين. لغاية دلوقتي المثال زيه زي المثال اللي فات بالظبط، بس هنا المختلف بيقول لنا أصحابي create يعني انشئ أو اعمل a many combinations. Many combinations يعني تركيبات كتير. المفروض ان انت تجمع تجميعات كتير من البوستر ده طبعا. As you can على قد ما تقدر. That cost 10 pounds. That cost 10 pounds or less. Or less او اقل. فاحنا نرجع للبوستر كده ونشوف الحاجات اللي ممكن تكلفنا، العنصرين اللي ممكن يكلفونا 10 pounds or less، اللي ممكن يكلفونا 10 جنيه او اقل. تعالوا نشوف مع بعض كده يا اصحابي. ممكن مثلا العنصرين اللي يكلفونا 10 pounds او اقل ايه يكونوا ايه يا اصحابي؟ البنسل وشاربنر. البنسل تمنه 3 pounds plus الشاربنر تمنه 4 pounds equal 7 pounds. شاطر يا عبد الرحمن، شاطرين كلكم. طب ممكن ايه تاني يكلفنا 10 pounds or less، يكلفنا 10 جنيه او اقل؟ حد يقدر يقول لي تاني؟ قول كده يا عبد الله. السترز او المقص والإريترز الرابر او الاستيكة يكلفونا 5 plus 1 equals 6 pounds. شاطرين كلكم، شاطرين وحلوين وجمال فعلا. الإريزر والسيزرز هيكلفونا 6 pounds. ايه تاني ممكن يكلفنا 10 pounds or less؟ حاجات كتيرة. ممكن مثلا نشتري البيبر كليبس او الدبابيس الورق. ممكن كمان نشتري الاريزر او الرابر هيكلفونا 2 plus 1 3 pounds. ممكن نشتري الشاربنر او البراية، ونشتري كمان السيزرز او المقص يعني 4 plus 5 هيكلفونا 9 pounds او 9 جنيه. ففي so many combinations او تركيبات او تجميعات كتيرة جدا نقدر نكتبها ونجمع بيها two items او عنصرين هيكلفونا 10 pounds or less، هيكلفونا 10 جنيه او اقل. فانتوا المفروض هتختاروا كل عنصرين وترسموا صورتهم وتكتبوا تمنهم وتكتبوا مجموعهم قد ايه في الماس جورنال او في كراسة الرياض بتاعكو. وده الهوم وورك بتاعكو. جمعوا اكتر عدد من الحاجات، كل حاجتين مع بعض بيساوي 10 pounds or less، بيساوي 10 جنيه او اقل. وياريت تبعتولي في التعليقات الحل بتاع المثال ده علشان اعرف مين الشاطرين اللي تابعوا معايا شرح النهاردة. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.